أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن تسلم جثامين 47 شهيدا عبر معبر كرم أبو سالم، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سرقتها من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأضافت المصادر أن تم تحويل جثامين الشهداء والتي كان بعضها متحللا للشهداء مجهول الهوية إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا للدفن. هذا وأشارت المصادر أنه بمعاينة بعض الجثامين أظهرت سرقة بعض الأعضاء منها.